ما أسباب تفشي حمى كورونا في إيران تحديداً بين دول المنطقة؟ وما تبعات ذلك على الدول العربية؟ هل تواجه الدول العربية خطر انتشار هذه الحمى؟ ولما تتهم بعضها بالتكتم على الأعداد الحقيقية للمصابين فيها؟ هل توجد لدى العرب بنية طبية تؤهلهم لمواجهة أي انتشار محتمل لهذه الحمى التي تجتاح العالم؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل تواجه الدول العربية خطر انتشار كورونا؟